فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام عنده ألم في ركبتيه ونصحه الأطباء المختصون أن يصلي قاعدا على كرسي لمدة شهر، هل له أن يصلي بالناس على هذه الآية؟ وكيف يصلي الناس معه؟ يجوز هذا بشرطين: أن يكون هو الإمام الراتب، أن يكون هو الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته، فيجوز إذا كان هو الإمام الراتب ويرجى زوال علته وعرض له هذا، فيجوز أن يصلي بهم قاعدا. لكن إن بدأ الصلاة بهم قاعدا صلوا قعودا خلفه، وإن بدأ الصلاة بهم قائما فإنهم يتمون خلفه قياما وهو قاعد للعذر. وكلا الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما جلس لعذر صلوا خلفه قياما في حالة، وصلوا خلفه جلوسا في حالة ثانية. أجمع الإمام أحمد بين الحالتين، لأنه إذا بدأ الصلاة بهم قائما ثم جلس لعارض عرض له فإنهم يتمون قياما، وإذا بدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يجب عليهم الجلوس. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولما قاموا خلفه صلى الله عليه وسلم وهو جالس أشار إليهم أن يجلسوا. نعم.